نشرة الأخبار من قناة بلقيس نبدأها بالعناوين. المشاورات مستمرة، الدعم الدولي لم يخف، والأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام. المبعوث الأممي يؤكد على تثبيت وقف إطلاق النار ومضاعفة الجهود للتوصل إلى السلام في اليمن. من هذا المكان وأنا مسؤول في القطاع الصحي على مدينة بيحان منكوب. مكتب الصحة في محافظة شبوة يعلن بيحان مدينة منكوبة جراء تفشي وباء حمى الضنك. استشهاد مواطن وإصابة امرأتين بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في مديرية نهم شرقي صنعاء. السلام عليكم. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن أي اتفاق سياسي سيستند على المرجعيات المتفق عليها. وأضاف ولد الشيخ في مؤتمر صحفي أن المشاورات مستمرة والأمم المتحدة عازمة على السلام، وأحث الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات بناءة تنقذ الوضع الراهن. المشاورات مستمرة، الدعم الدولي لم يخف، والأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام وتكريس أي اتفاق يتم التوصل إليه. الوضع الاقتصادي، لقد نسف النزاع في اليمن البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة. إن عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سوف يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي. شهد الأسبوع الماضي تراجعاً كبيراً في قيمة العملة اليمنية، والنقص المتفاقم للسيولة وللموارد في خزينة الدولة ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية. إن استمرار الحال على ما هو عليه سوف يؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار، مما سوف ينعكس ولا شك على الوضع الاجتماعي والإنساني. وفي السياق، دعا ولد الشيخ طرفي المشاورات إلى البدء بعملية الإفراج عن الأسرى واستمرار تثبيت وقف إطلاق النار. وأضاف ولد الشيخ أنه ليس هناك وقت زمني لانتهاء المشاورات، وطالب بمضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى السلام. على الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب. نحن حاليا أمام منعطف خطير. سيناريو أول يسرع الأطراف فيه الوتيرة ويتخذون إجراءات بناءة تنقذ الوضع، أو سيناريو ثاني ينزلون من خلاله حكم الإعدام على الواقع المعيشي في حال عدم تقديم التنازلات. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك نأمل أن تتخذ الأطراف إجراءات عملية وملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين من الناحية الاقتصادية والإفراج عن الأسرى، وكذلك تثبيت وقف الأعمال القتالية. يسألني البعض عن السقف الزمني للمشاورات. منذ الأساس لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات، وذلك لأكثر من اعتبار، خاصة أننا لا نريد أن يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من أي طرف على الآخر أو على الأمم المتحدة. نحن نعتبر أن المأساة في اليمن يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن، وأكرر بأسرع وقت ممكن. هذا وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أكد في وقت سابق عودة وفد الميليشيا والمخلوع إلى المشاورات بعد إعلانهم تعليق المشاركة في لجنة التهدئة، وقال إنه عقد لقاءات سياسية ودبلوماسية ضمن مشاورات السلام اليمنية تخللتها جلسة مطولة مع رؤساء وفد الميليشيا لإثنائهم عن قرار التعليق. وعلى صعيد آخر، قال ولد الشيخ إن إحاطته في مجلس الأمن تضمنت محاور سياسية عن أحداث ما آلت إليه المشاورات، بالإضافة إلى محور إداري عن توسع عمل مكتب الأمم المتحدة في اليمن للمرحلة المقبلة. إلى ذلك، اقترحت الأمم المتحدة خطة لتكثيف الوساطة بين الحكومة والحوثيين وحليفهم المخلوع من أجل التوصل إلى حلول في المشاورات. وجاء ذلك في رسالة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمجلس الأمن في جلسته الأخيرة بشأن اليمن، مشيرا إلى أن هذه الخطة من شأنها التغلب على الخلافات العميقة بين الأطراف في المشاورات. وقال بان كي مون إن زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن ونقلها من نيويورك إلى عمان
لتكثيف جهود الوساطة يتوافق مع ما طلب به ولد الشيخ أحمد. ميدانيا قتل جندي من الجيش وأصيب 10 آخرون في هجمات شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع على مواقع عسكرية في محافظة تعز. ونقلت وكالة سبا الرسمية عن مصدر في المقاومة قوله إن مواقع المقاومة والجيش في الجبهة الشرقية والغربية ومعسكر الدفاع الجوي ومديريات جبل صبر وجبل حبشي تعرضت لقصف مكثف من قبل الميليشيا، كما تعرضت الأحياء السكنية وسط مدينة تعز لقصف مدفعي من قبل الميليشيا الإنقلابية المتمركزة شرق وشمال المدينة، ما أسفر عن إصابة 6 مدنيين. إلى ذلك قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع مواقع الجيش والمقاومة في منطقة نجد السلف بني علي في مديرية حيفان في ريف محافظة تعز. وقالت مصادر محلية لقناة بلقيس إن الميليشيا المتمركزة في جبل الهتاري قصفت أيضا قرية الجريدة أسفل جبل الريام دون ورود أي معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى. نبقى في تعز حيث أقر المجلس العسكري آلية لإدماج عناصر المقاومة الشعبية بالمحافظة في وحدات الجيش والأمن تنفيذا لقرار الرئيس عبد رب منصور هادي. ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر عسكري قوله إن عملية دمج عناصر المقاومة الشعبية ستتم على عدة مراحل، مشيرا إلى وجود تباينات بين القوى السياسية والقيادات العسكرية وفصائل المقاومة الشعبية على الآليات المتبعة في عملية الدمج. وفي السياق ذاته قال العقيد صادق سرحان إن المجلس العسكري أقر دمج 2000 عنصر من أفراد المقاومة ضمن قوات اللواء 22 ميكا، إلى جانب 1000 فرد تم تدريبهم على يد خبراء عسكريين في قاعدة العند العسكرية. لقي 5 من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع مصرعهم في مواجهة عنيفة مع المقاومة في مناطق بمديرية الوازعية في محافظة تعز. وقال مراسل قناة بلقيس إن المقاومة تمكنت من السيطرة على جبل الصبارة المطل على مركز المديرية والذي يربطها بمديرية المضاربة، واتخذت الميليشيا الجبل موقعا لقنص المواطنين وأفراد المقاومة المارين من المناطق المجاورة منه. وفي سياق آخر بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو لعملية ترحيل العشرات من أبناء محافظة تعز من مدينة عدن، وتستمر عملية ترحيل أبناء المحافظات الشمالية من عدن فيما تتواصل المطالبات بإيقاف تلك التصرفات المناطقية. وكان رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر أدان الحادثة وقال ليس من حق أي جهة ترحيل أي مواطن من أي محافظة كانت. تحاول السلطات الرسمية في مدينة عدن الاختباء وراء تصريحات دبلوماسية وتتعامل عبر بيانات تنفي وقائع ترحيل أبناء عدد من المحافظات الشمالية من مدينة عدن دون وجه حق وبشكل مخالف للقانون ولكل مواثيق المواطنة وحقوق الإنسان. نحن الآن في هذه الحدود ما بين الجنوب والشمال، هم أولئك الذين دخلوا أرضنا واحتلوا أرضنا مع الحوثي، نحن سوف نرحلهم من أرض الجنوب على واحد واحد وسوف نقف فيهم والحملة مستمرة. الواقع يقول إن هناك توجها لممارسة أفعال عنصرية بشكل غير مسؤول تعيد للأذهان التصرفات التي مارستها ميليشيا الحوثي ضد أهالي دماج في محافظة صعدة.
هنا واقعة ترحيل قسرية وبشكل لا أخلاقي مورست ضد العشرات من أبناء مدينة تعز. ليس مهما التوقيت ولا يعني الزمان شيئا، فالجريمة التي وقعت لا تسقط بالتقادم، ويجب على السلطات الرسمية فتح تحقيق رسمي فيها، فتلك جريمة بحسب ما قاله رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر. ولا يحق لأي جهة كانت ترحيل مواطن يمني من أي محافظة. ليس من المنطقي إطلاقا أن يقال لمواطن اليوم ارحل من عدن ولا من حضرموت ولا ارحل من تعز ولا ارحل من صنعاء. سيكون هذا كارثة علينا جميعا إذا قسمنا الناس على هذا الأساس. هي إذن جريمة مكتملة الأركان واضحة المعالم ومعروف منفذوها، يتباهون ويستعرضون عضلاتهم على مجموعة من المواطنين العزل الذين يفترض بالسلطات حمايتهم وليس إهانتهم لأسباب مناطقية. ليست هذه عدن التي عرفت بكونها مدينة مفتوحة ليس لليمنيين فقط بل للعالم، وليس هذا سلوكها ولا أخلاق أبنائها الذين يمثلون قصصا للتعايش وخليطا عرقيا متنوعا. رئاسة الدولة والحكومة وقيادة السلطة المحلية في عدن مطالبون باتخاذ مواقف واضحة من هذه الحادثة وغيرها، فحقوق المواطنين محفوظة، وإذا مرت هذه الحادثة بسلام فلن يعرف أحد من قد يكون هو الضحية القادمة. استشهد مواطن وجرحت امرأة نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في منطقة حريب نهم شرقي العاصمة صنعاء. وذكرت مصادر محلية أن نازحي المنطقة بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعد تحريرها من قبضة الميليشيا ودخول القوات الحكومية. وزرعت الميليشيا مئات الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من قبل قوات الجيش والمقاومة. اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على أطراف مريس محافظة الضالع. وقال مصدر في المقاومة الشعبية لقناة بلقيس إن المواجهات اندلعت خلال محاولة الميليشيا التسلل إلى مواقع المقاومة في منطقة يعيش شمال مريس. وبحسب المصدر فإن الميليشيا قصفت بصواريخ الكاتيوشا من مواقع تمركزها في التهام ناصا والعرفاف مواقع المقاومة في يعيس والقهرة وقاع الحيافي. كان في إطلاق نار كثيف الساعة 10:30 من عدة مواقع للحواثة على منطقة يعيس، وقمنا بالرد عليهم بالأماكن إطلاق النار، ولم يستطع العدو أن خلال الفترة الماضية من 9/4 إلى من 10/4 إلى اليوم عدة اختراقات كثيرة، كل يوم في اختراقات لإطلاق النار. إلى الحديدة حيث يهدد انقطاع التيار الكهربائي ونقص مادة الديزل حياة العشرات من مرضى الغسيل الكلوي، ويخضع 145 مريضا بشكل يومي لجلسات في مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة الحكومي الذي يفتقر لمولدات كهربائية في ظل غياب تام للدور الرسمي. في مركز الغسيل الكلوي في محافظة الحديدة تتعالى الاستغاثات والمناشدات بعد انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من 10 أيام. يستقبل المركز عشرات الحالات يوميا وسط انعدام تام للكهرباء باستثناء أجهزة الغسيل التي يتم تشغيلها من خلال مولد يعمل بالديزل، غير أنه أيضا صار مهددا بالتوقف في ظل سوق سوداء تتوسع على حساب حياة هؤلاء. بالنسبة لأوضاع المركز عندنا الآن هي مشكلة رئيسية اللي هو الديزل بسبب انقطاع الخط الساخن، لأنه عندنا العمل هنا على مدى 24 ساعة، نغسل 145 مريض يوميا على مدى 24 ساعة. يتكدس المرضى أطفالا ونساء في الممرات يحاولون تخفيف وطأة الحر بأي طريقة، وهو ما يلخص معاناتهم المتزايدة يوما بعد آخر. الكهرباء مقطوعة لها حوالي 10 أيام، وإننا نلاقي عذاب، وفي واحد أمس غسل خرج والكهرباء طويان وتوفي أبوانه من الهبوط. قصص مأساوية كثيرة تروى هنا
عن مرضى فقدوا حياتهم أثناء تلقيهم الغسيل جراء انطفاء الكهرباء، ولا أحد يستطيع التكهن بالعدد الذي يمكن أن يموت لتستيقظ ضمائر المعنيين في الجهات الرسمية وسلطة الأمر الواقع الحوثية قبل فوات الأوان. وفي ذات السياق أعلن مدير عام الصحة والسكان بمحافظة شبوة دكتور ناصر المرزقي بيحان مدينة منكوبة صحيا، ودعا المرزقي الجهات المختصة التدخل العاجل لإنقاذ السكان من وباء حمى الضنك وفك الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدينة. وقال المرزقي إن الوضع الصحي في شبوة في تدهور كبير وعلى وشك الانهيار، لكن بيحان وعسيلان الأكثر تضررا بحكم الحصار المفروض عليها. ومن هذا المكان وأنا مسؤول في القطاع الصحي على أن مدينة بيحان منكوبة وبحاجة إلى التدخل العاجل من الأخوة في التحالف أو من الأخوة في وزارة الصحة العامة أو من الأخوة في من كان على يده العون، وإذا لم يكن هناك أي دخل فنحن نخلي مسؤوليتنا في جانب القطاع الصحي ونحمل المسؤولية المختصين والمعنيين الذي على يدهم أن يفترض يتدخلون. في سياق متصل، توفيت الحالة التاسعة المصابة بوباء حمى الضنك في محافظة شبوة، فيما تم حصر أكثر من 880 حالة في مختلف مدن وقرى مديرية بيحان. وقال مدير عام مستشفى الدفيعة العام صلاح السيد إن الوباء انتشر مؤخرا في مختلف قرى مديرية بيحان في ظل تزايد الحالات المصابة وسوء الأوضاع الصحية في المديرية. وأوضح السيد أن عشرات الحالات المصابة بالوباء تصل يوميا إلى المستشفى في ظل نقص الإمكانيات وقلة الأدوية الخاصة بمكافحة هذا الوباء. في سياق آخر، شهدت قرية هجر كحلان في محافظة شبوة نزوحا جماعيا لعشرات الأسر هربا من قصف الميليشيا. ومنذ اندلاع المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيا في مديريتي عسيلان وبيحان نهاية مارس الماضي، والقرية تتعرض لهجمات مكثفة ألحقت أضرارا بالغة في المباني والممتلكات. تفاصيل في سياق هذا التقرير. بعد الحرب تبدو أكثر الأمور وجعا هي التهجير. يمكن أن يكون هذا ما يشعر به الآن سكان بلدة هجر كحلان بمديرية عسيلان في محافظة شبوة التي تعرضت للقصف المكثف، كما يقول السكان إن ميليشيا الحوثي والمخلوع قامت بتهجيرهم قسرا بعد القصف ومحاولة قتلهم عن عمد. مراقبون وصفوا هذه الحادثة بالإجرامية التي كما يرون بأنها تتنافى مع حقوق الإنسان، داعين الميليشيا إلى وقفها فورا. لكن هذه ليست سوى واحدة مما تنفذه الميليشيا خلال سنة ويزيد، ليس في هذه المحافظة فقط، فالمعروف عن سطوة الجماعة الانقلابية منذ تدشين نزعتها للسلطة والذهاب إلى الانقلاب نهاية العام قبل الماضي لديها سجل حافل بجرائم التهجير والاختطاف وحتى القتل. نزح السكان إذن من بلدة هجر كحلان التي تقع في محيط جبل بن عقيل الشهير، حيث يتمركز فيه قناصة الميليشيا كأحد المواقع المحصنة في جبهة مديرية عسيلان، بينما تستمر الميليشيا باستخدامه منصة لقصف منازل المدنيين في كل من مناطق الحما والعطف والنقوب بالمديرية، وهو ما دفع بالكثير من الأسر لمغادرة منازلها منذ اندلاع المواجهات الأخيرة أواخر مارس الماضي في مديريتي عسيلان وبيحان. تشاهدون في النشرة بعد الفاصل. الحكومة تطالب الجامعة العربية بدعمها لإيقاف قناة اليمن الخاضعة لسيطرة الميليشيا. المشاورات مستمرة، الدعم الدولي لم يخف، والأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام. المبعوث الأممي يؤكد على تثبيت وقف إطلاق النار ومضاعفة الجهود للتوصل إلى السلام باليمن. من هذا المكان وأنا مسؤول في القطاع الصحي على أن مدينة بيحان منكوب. مكتب الصحة في محافظة شبوة يعلن بيحان مدينة منكوبة جراء تفشي وباء حمى الضنك.
استشهاد مواطن وإصابة امرأتين بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في نهم بصنعاء. أهلا بكم. قال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي إن تقسيم اليمن سيوفر موطئ قدم لتنظيمات كداعش والقاعدة والميليشيا المسلحة. وقال الميتمي في تصريحات صحفية إن الكثير من الدول سواء المجتمع الدولي أو المجتمع الخليجي يرون أن في تقسيم اليمن خطر حقيقي على المجتمع الإقليمي أو المجتمع الدولي، وسيمكن أو سيمكن الجماعات المسلحة والميليشيا والقاعدة وداعش من اتخاذ موطئ قدم في ظل مشاريع التقسيم التي تتبناها جماعات لا عقل لها ولا منطق. أفرجت ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء عن القاص والكاتب حامد الفقيه، وقالت مصادر مقربة من الفقيه لقناة بلقيس إن الميليشيا أفرجت عن الفقيه بعد اختطافه من فندق إيجيل أثناء مشاركته في ورشة عمل مع منظمة فريدريش إيبرت الألمانية. وذكرت المصادر أن الميليشيا كانت قد اقتحمت الفندق في وقت سابق وقامت بتفتيش الغرف وحققت مع المشاركين في الفعالية واحتجزت هوياتهم ووثائقهم الشخصية. دعا اتحاد الصحفيين العرب إلى إطلاق سراح المختطفين لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لأبشع مظاهر الاضطهاد والتعسف. وأشاد الاتحاد في بيانه الختامي لمؤتمره 13 المنعقد في تونس بصمود الصحفيين الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين وهو ما يهدد حياتهم، ودعا الاتحاد إلى رفع جميع أشكال التضييق والاعتداء عليهم، بما في ذلك الإطلاق الفوري لجميع الزملاء الصحفيين اليمنيين المختطفين والمعتقلين، مناشدا المنظمات الحقوقية والإعلامية والإقليمية والدولية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الأهداف. وفي السياق ذاته طالبت وزارة الإعلام الجامعة العربية مساندتها لإيقاف انتحال ميليشيا الحوثي لشعار واسم قناة اليمن الفضائية. وحث وزير الإعلام محمد قباطي خلال اجتماع لمجلس وزراء الإعلام العرب على العمل على توجيه رسالة رسمية من الأمانة العامة إلى القمر الأوروبي يوتلسات لإيقاف انتحال المحطة الحكومية. وقال إن ما تمارسه الميليشيا من استهداف للصحفيين والإعلاميين واعتقالهم والاعتداءات على المؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الإلكترونية مسار لم تشهده اليمن من قبل، وموقف عدائي لكل من ينقل الحقيقة ويفضح ويكشف الممارسات الإرهابية للجماعة الحوثية. كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن 60% من منظمات المجتمع المدني تعرضت لانتهاكات ومضايقات خلال العام الماضي، وحصدت ميليشيا الحوثي 70% من الانتهاكات فيما احتل تنظيم القاعدة المرتبة الثانية بواقع 13%. يعيش أكثر من 11,000 معاق في محافظة ريما ظروفا إنسانية ومادية صعبة. مراسلنا علي الجرادي نقل لنا جزءا من هذه المعاناة. على هذا النحو وجد العم عبد الله الثمانيني العمر نفسه مكبلا بقيود الإعاقة الحركية التي رافقت لحظة ولادته قبل 80 عاما، وعلى هذه الهيئة صارت دروب حياته جزءا من ذاكرة وجع يسير بلا قدمين. عندما تصبح الإعاقة سجنا مؤبدا تكون الغربة هي الوطن الذي لا حدود لأوجاعه ومعاناته. هنا في أعماق ريمة استقرت الإعاقة على اختلاف أنواعها بأكثر من 11,000 حالة إعاقة
الفقر أقل معاناتكم، فكانت صور المرض هذه نصيبهم من عناوين الحياة. إحنا الناس تعبانين ما ممسك ولا شيء، وحالتنا حالة ولد معوض تعب. لم تعفهم المعيشة إذن من تخيل لون الخبز، ولم تمنحهم الأمان والتوقف عند حدود صوت الأمعاء. ففي معتقل الإعاقة وجد هؤلاء أنفسهم بين قضبان الإصابة بالضمور والإعاقة الذهنية والحركية، بعيدا عن عيون الجهات وجمعيات الخير ومنظمات العون التي ترفع شعارة من أجل الإنسان. بيد أن التجاهل الرسمي والمجتمعي هو الأكثر حضورا هنا، كما لو أن هؤلاء لا ينتمون العناوين الإنسانية. والله معيشة، والله مدهورة المعيشة، أعلم بالله رحم الرحيم سبحانه وتعالى. تتسع حاجتكم للرعاية والعناية، وكلما اشتدت أوجاعكم غابت القلوب الرحيمة. معاقون في بلد معاق، يرفضون أنفاسهم المتعبة تحت عذابات واقع مريض يصارعون فيه صور المعاناة على شكل إعاقة. بين إعاقتين يعيش معاقون محافظة ريما إعاقتهم الذهنية والجسدية والتجاهل الرسمي والمجتمعي الذي يمثل إعاقة مضاعفة في تلمس حاجاتهم إلى الرعاية والعناية. علي الجلادي، قناة بلقيس، ريما. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. المشاورات مستمرة، الدعم الدولي لم يخف، والأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام. المبعوث الأممي يؤكد على تثبيت وقف إطلاق النار ومضاعفة الجهود للتوصل إلى السلام في اليمن. من هذا المكان وأنا مسؤول في القطاع الصحي على أن مديرة بيحان منكوبة. مكتب الصحة في محافظة شبوة يعلن بيحان مدينة منكوبة جراء تفشي وباء حمى الضنك. استشهاد مواطن وإصابة امرأتين بانفجار لغم أرضي زرعة الميليشيا في مديرية نهم بصنعاء. مشاهدينا، للحصول على مزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى الملتقى، في أمان الله.